اهلا وسهلا البنات، مرحبا بكم في القناه ديالي. سو اتس بين ا لونغ تايم. السيمانه اللي فاتت حطيت واحد الفيديو ولكن حطيته بالهولنديه. سو هاد السيمانه وصلت عاوتاني الوقت باش ندير الفيديو بالدارجه ان شاء الله. البنات اللي دخلوا عندي جدادين، مرحبا بكم. شكرا للدعم ديالكم. وتا البنات اللي كانوا اصلا عندي في القناه ديالي، شكرا بزاف البنات. السبورت ديالكم كيعني ليا بزاف بزاف. الميساجات ديالكم اللي كيوصلوا ليا دايما ميك مي سو هابي، كيفرحوني وكيعطيوني الانرجي باش نكمل وباش نتقاس معكم بزاف ديال الحوايج. كل شيء الحماس وكل شيء زوين ان شاء الله. دابا شويه غادي ندي وليداتي جامبينغ جاك، واحد البلاصه فين كيبداو كينقزوا داكشي باش يرميو شويه الانرجي اللي مازال عندهم. اليوم كان عندي نهار خديته كامل صراحه الشخوماكه، الميناج، الترتيب ديال الدار، التصبين وكل شيء. قلت منها حتى انا غادي نخرج واحد شويه باش نحيد شويه عليا الروتين ديال الدار، وهما ينقزوا واحد شويه في بلاصه ما يجيو للدار، نقول لهم جلسوا ما تحاديوش، ما تمشيوش لهنا، ما ديروش هذه. البنات فيري امبورطانت، اي مره كديرها اكثر من يالا كتكون يلاه جمعتي دارك. داكشي علاش قلت غادي نخرجهم. غادي ندير العشاء خفيف ظريف، غادي ندير فريبس بالتشيكن. دابا نوري لكم الطريقه ديالي كيفاش كنديرو، مهم ساهل ولكن غادي نتقاسمو معكم بلاتي. دابا غادي نمشي معاهم، غادي نمشيو نضحكو ونلعبو واحد الساعه، اند غادي نرجع عندكم من بعد ان شاء الله. يلا باي باي. اوكي البنات يلا دخلنا من برا، لعبنا ضحكنا مع الوليدات. غادي نديرو العشاء ديالنا خفيف ظريف، ماشي شي حاجه اللي صعيبه ولكن فيها الخضره هي اللي مهمه للوليدات. وغادي ننوع، غادي ندير فريبس. هادو فيهم اللون ديال البيطراف، مصايبين اصلا بالبيطراف، صحيين، فيهم 35% ديال البيطراف. هادو كنصايبهم حتى راسي في الدار البنات، ولكن دابا ما عنديش الموفريون كما قلت لكم. بعض المرات ماشي خاصو كلشي تصايب في الدار، الا كنتي مزروبه ولا ما عندكيش الوقت. الله يكون في العون، كل واحد مشغول، وليداتو ودارو، الخدمه، القرايه، اند sometimes it's okay. بعض المرات ما فيهاش مشكل تختاري السعيده ديال العائله ديالك، سواء مع وليداتك، سواء مع راجلك، الوالدين. عندي هنا 12 ديال الوربس، ما عرفتش واش غنحتاجهم كلهم، ولكن عندي هادو وعندي هادو. هادو شريتهم من السوبر مارشي وقيلا من ليدو. عندي هنا تشيدر تشيز، مهم الخضره غنوريها لكم. الدجاج البنات، الدجاج غنقول لكم العطريه ديالو، درت فيه يوغورت دانون المسوس، قول جوج المعالق كبارين ديال دانون المسوس، درت فيه الفلفله الحمراء، القزبر اليابس، الملحه، الابزار، شويه ديال الموطاخت، وذاتس ات. وخليته دابا هنايا، وشويه ديال السودانيه ولكن غير شويه ماشي بزاف، وخليته هنا دابا واحد الساعه هكا كيترقد في العطريه ديالو. دان عندي هنا المايس، عندي هنا كتني بونه، مهم عرفتش كيفاش نقول لكم، كنقرب لكم. هذه بحال اللوبيا الحمراء، وكتكون اصلا في واحد لاصوص، ماشي ديما كنستعمل هذه اللي فيها لاصوص، ولكن جبتها من الحانوت ولقيتها فيها لاصوص، ماشي مشكل. كيف نقول لكم ديما البنات، استعملوا داكشي اللي عندكم موفر، ماشي ضروري ديروش ستريس لراسكم وتمشيو للحانوت وتجيبوا داكشي اللي خاصكم، اللي عندكم موفر تستعملوه. انا كنظن غادي يجي زوين الصراحه. مكسيكان ويرب كيكون هادشي فيه نورمالمون. تقدروا ديروا حتى شي نوع اخر، كاينه اللوبيا وقيله براون قهويه، كاينه الحمراء وكاينه البيضاء، المهم لي موفره عندكم ولا ما ديروهاش كاع. ولكن في المكسيكان براب تورتيا برابس كيديروا هاد كتن دي كتن، ما بغاش تخرج ليا، المهم هادي. غادي ندير واحد النوع اخر بالفلافل والهموس والشلاده ان شاء الله. غندير جوج الانواع، واحد غير فيجيتيريان غير بالخضره، وحده بالدجاج. المايس والبصله والفلفله نص ديالها حمراء هذه وصفراء، غادي نمشيو مع الدجاج وشي لاخر. الفلفله مهم، غتمشي هنا مع الفلافل. عندكم البنات الحمص، هوموس واجد وكتصايبوه راسكم مزيان، ديروا هذاك.
انا حتى هو دابا فهاد الساعه ما موفرش كما قلت لكم قبيلات عندي كانوا عندي حوايج اخرين اللي بغيت ندير هذا النهار سو اتس غان بي فيري سيمبل ولكن الدراري كيحمقوا على هذا الشيء شو هذا الهوموس وهذا ايولي هذا مخدوم ب فيه الثومه وبحال المايونيز ما عرفتش واش كاين حتى في البلدان الاخرين ولكن غنقربوا لكم ايولي كاين المهم كاين في ليدو عارف انا كاين في ليدو كاين في بلوس كاين في اوفرتاين السوبر مارشي حنا في هولندا كاملين عندهم هاد ايولي وهاد الحمص شوف هاد ايولي غادي ندهنوا بلاتي مع الدجاج وهاد الحمص غادي يكون بلاتي مع الفلافل ان شاء الله ندير الفلافل هنايا في اير فراير اللي عنده اير فراير الا ما بغيتيش باش هادو يسخن كندير هذاك الورق ديال الخبز باك بابير كنديرو هنايا كنحطو بحال هكا يمكن شي حاجه ما كنبغاش تلصق ليا ولا حيت هادو دغيا غادي يلصقوا ليا كنديرو بحال هكا والبنات غادي ندير معاهم داك البصله اللي بقات ليا واحد شويه والفلفله اللي بقات ليا واحد شويه بحال هكا في اير فراير كي غادي يسخنوا المهم غادي يسخنوا غير غادي نسحطوا شويه معاه و غادي نقص عليا بزاف ديال الخدمه عاوتاني باش ندير مقلات اخرين وندير نحتاج عاوتاني حوايج اخرين سهلوا على راسكم الخدمه ديالكم هذه غندير هذا بحال هكا في اير فراير ونخليها طيب 8 حتى 10 ديال الدقائق وغادي تكون واجده ان شاء الله خليوش فيها نهائيا المرقة خليوها تشرب مزيان تسولو لكم بحال هكا انا دابا غادي نوجد الفلافل درت الحمص وإلا بغيتو ماشي ضروري تقدروا ديروا شويه ديال الهريسه فوق الحمص وداك الساعه تخضروها وتعمروها بهذاك الشيء اللي عندكم موفر سو دابا وصل لفراب ديال الدجاج كي كتشوفوا كندير واحد الفرماشه ديال تشيدر كاس كامله ولكن الا كنتي كديري ريجيم من احسن ما ديريهاش ولا غادي تجيك شويه قويه في المذاق ديروا غير نص ديال تشيدر كاس على حساب كل واحد المذاق ديالو وشنو بغى انا كاني درت له النص وكاني درت له واحده كامله داك الساعه كتعمروه بالدجاج ديالكم والخضره اللي طابت لكم درنا هنا واحد الشلاضه خفيفه شلاضه الزيتون المايس والافوكا ودرت فوقها غير شويه ديال الحامض الابزار والملحه وزيت الزيتون هنا درنا الفريت صباح الخير البنات نيكست داي البارح كليت مشيت ترينيت جيت للدار وتحت دوده عييت بزاف ما عرفتش واش الجو واش
حتى نتوما كتحسوا بهذا الاحساس دابا اللي يا بدا كيتبدل الجو. حنا عندنا الشتاء بزاف هاد الايام, سو يا ات ميكس مي فيري تايرد. ما نكرهش نبقى صراحه نهار كامل في الفراش, ولكن ما غادي نديروا حتى حاجه الا بقينا نهار كامل في الفراش, وغادي غير نزيدوا نمرضوا راسنا, وخصنا وي نيد تو اكسبت ات, خصنا نعرفوا كيفاش نتقبلوا حتى هذا الجوع عاوتاني كتعطانا من الله سبحانه وتعالى. سو الحمد لله, وتا هو عنده لو شارم ديالو. لقيتوني دابا يلاه وجدت راسي, و ات واز ا فيري هكتيك مورنينغ ذيس مورنينغ. كتعرفوا الدراري المدرسه الفطور كيبقى عجبني قبل ما نخرج, حيت دابا واحد شويه عندي ميتينغ قبل ما نخرج, خاصني نجمع شويه الدار اللي غادي نقد عليه, واخا يكونوا غير الحوايج الصغارين لايك نشعل لا فيسير فات واسر الا قلتها مزيان هذيك الماكينه اللي كتغسل الموان, انا غسلها نشعل عليها, ولا خصني نخويها الا كانت خدمات البارح في الليل. درت شي ماكينه, واحد الماكينه ديال التصبين, سو غير باش الا دخلت نلقى بيسك ثينكس درناهم باش عاوتاني نبداو في العشاء ديالنا ولا الغداء ديالنا ولا اي حاجه اللي بغينا نديروها. سو ايفري مورنينغ نورمالي فوسط السيمانه كيكون فيري هكتيك وكنجريو من هنا لهنا, ولكن الحمد لله كل واحد كيجري و ذاتس نورمال اي ثينك. هذا هو هذا الوقت كما قلت لكم, انا دابا عندي واحد ميتينغ غادي نمشي ليه وغنديكم عاوتاني النهار كامل معايا. يلا خليكم معايا, باي باي. تارا my new table جبتها customized and everything. طبلة ديال الرخام وما درتهاش مدوره وما درتهاش طويله, درتها اوفال. بزاف ناس اللي بلاو كيديروا اوفال, اوفال ما عرفتش كيفاش نقول لكم, انا كيعجبني بزاف بزاف. كيقدروا يجلسوا عاوتاني بزاف الناس ملي كتكون الطبله اوفال, and it's so cozy. الطبله اللي كانت عندها بشحال هذه كانت واحد المسافه كانت عريضه وكانت طويله, سو يا كانت ما بين جوج الناس اللي كيكونوا جالسين انفاس مع بعضياتهم, كانت المسافه ديالهم كبيره بزاف. سو دابا it's very cozy, وقدروا دغيا هذه يمد لهذا, سو it's very cozy. الكراسه اللي كنت جبت هادو, هما جبت هادو من كوانتوم, كنت وريتهم لكم. تا الرجل ديال الطابله كحله, ها هي, وتا ديال هادو كحل. البنات اللي غادي يقولوا لي دابا كيفاش هاد اللون وعندك الوليدات, اي نو اي نو اي نو, وفي الفلوغ اللي كان قبل من هذا قلت لكم راه اللون ماشي مهم ماشي سهل, ولكن هذا هو اللون اللي جاني مع الدار ديالي ومع البانك ستايل ديالي, مهم ديال كلشي. سو والثمن كان مناسب بزاف. هذا ماشي, سمحوا لي اقول لكم, كوانتوم كارفاي كارفاي كارفاي. هاي كنزو, هاي ضي هوي سخه كوما ضي هوي سخه تاخر معي شي اشي اشي. قول هاي, قول هاي البنات, هاي سلام. سو هذا الشيء اللي a new item in my home and I'm very happy with it. انا نقولكم واحد الحاجه اخرى اللي جبت البنات, لون كريم وايت اوف وايت, جبت هادو شريتهم من اكشن, صغيورين ولكن غادي نخليهم فوق الكراسه منين يجلسوا وليداتي, غنبقى ندير لهم هادي باش نحاول عليهم واحد شويه, ماشي السيمانه الاولى غادي يوليو ليا عامرين الطبايع. سو غادي نشوفوا مع الوقت باش غادي نولفوا. مهم وين جبت فور ان ذا بيجينينغ, جبت هادو جبت جوج باش نبقى نديرهم, وهادو رقاقين بزاف وتقدري عاوتاني تلويهم ملي كيدخلوا الكراسه تخليهم فوق الكرسي ديالهم, سو اتس نوت سو ماتش ورك. والصراحه صراحه عاوتاني اي كرسي كيتوسخ كيف ما كان, مهم ملي كيكون عندك الوليدات وماشي غير الوليدات, حنا براسنا بعض المرات كنطيحوا شي حاجه, سو بنادم خصو غير يحاول واحد شويه. سامثينغ ايلس اللي بغيت نقول لكم البنات, ما عرفتش واش نتوما عندكم هادشي اوريدي ولا مازال, هادي شريتها من اكشن. الا كانت عندكم شي طبعه في شي بلاصه خويو هذا ديال هذاك الشاين ديال الجاج,
هذه كديري في الماكينه ديال الغسيل ديال الموعن وكتخلي لك الكيسان ديالك وداكشي يبريو، ولكن الا حطيتيها على شي بلاصه اللي فيها شي طبيعه كتخليها شويه ترتاح باش كيدخل ليها، وداك الساعه دوز عليها شي كتانه سوغ بلاص كتمشي لك هذيك الطبعه اللي عندك في ما كانت البنات اللي كانت عندك في بانكستور ديالك الفوتو ديالك الطابيت ولا على الكراسه ولا مهم شي حاجه، ما إلاكم إلا بهذا البنات جبتو من أكشن جربوها وردوا عليا. زدت هذا من تماك كنت كبيلة تماك سو زدت هذا كان عندي جوج منه ولكن زدت هذا اللون عجبني and كنستعملهم بزاف، ما بقيتش كندير حتى في ملي كندير ماكلة مغربية ما بقيتش كنديرها في الطباسل ديال الكبارين ديال الطوس، وليت كنديرها في هذه and like I said it's nice it's very nice and I like it. So حاجه اخرى اللي جبت هادو شريتهم من تماك، عندهم جوج ديال الجهات، عندهم هاد الجهه فيها الخضر وهاد الجهه فيها هكا البيجي، مخلا كيديروا 20 ولا بحال هكاك امين رخاصين بزاف و دغيا كتقدري تمسحيهم، كانوا عندي 4 وزدت دابا جوج باش يكونوا عندي 6. حاجه اخرى اللي جبت عاوتاني من تماك هي هادي هذا تيبل كلوت هذا تيبل المهم هادي كدير فوق الطابله هادي كدير فوق الطابله الا بغيتي تصايبي الطابله ديالك وبغيتي ديري فوقها انا بالفرنسي كنسمع هادي ما في المغرب سميتها ليناب، ولكن تاع فوق ليت بالهولنديه بالعربيه بالدارجه ما عرفتش تسمحوا ليا، ولكن ذاتس ات هذه عندي في الباج راه دابا في الماكينه ديال الصبان وجبتها حتى في الكحل عجبتني ذاتس ات ليديز. اند ذن ملي كنمشي ديما الاكشن كنجيب بزاف ديال كاركترز كان كيكونوا عندي ملي كتحتاجي ليا شي حاجه شي مناسبه على غفله ولا خاصني نصيفط شي واحد شي حاجه كيكونوا عندي في الدار، سو ديما كنشري هادو بزاف حتى الوليدات ملي كتكون عندهم شي عيد الميلاد كيكونوا عندي في الدار. بزاف ديال الحوايج اخرين عاوتاني بحال هادو ديما كنشريهم بالزايد وكنخليهم عندي باش ملي كتكون شي مناسبه كنلقاهم عندي واجدين، وهادو يلا خرجوا زوينين بزاف شوفوا البنات كيوت isn't it. بغيت نتقاسم معكم واحد الكتاب ديال توني روبنز هذا البنات يلا جبته، عندي واحد خور ديال توني روبنز هو زوين بزاف. توني روبنز البنات غادي نقول لكم حتى في يوتيوب كيهضر بزاف بزاف على موتيفيشن على هاو تو بي بوزيتيف ان يور لايف باش تتعاملي مع الحوايج اللي كيجيوك شويه مهم هارد قاسحين في الحياه. البنات اي واحد اللي عنده الوقت ويكون كيخدم الشغل ولا يكون في الطوموبيل ولا يكون مهم كيدير شي حاجه شعلوه، تقدروا تسمعوه في اوديو بوك، ولكن حتى في يوتيوب كاينين بزاف بزاف ديال اللقطات ديالو كيهضر على بزاف ديال الحوايج في الحياه، وما يمكنش ما كايناش شي حاجه اللي ما غاديش تحسي بها باللي غادي تحتاجيها انت في الحياه ديالك. سو البنات توني روبنز انا غنقرا هذا الكتاب وغنرد عليكم كيفاش جاني. سو البنات انا غادي نختم معكم هنا الفيديو ديالي، كنتمنى ان شاء الله يكون عجبكم. الوليدات نعس هناهم مازال النهار ديالي ما سالاش خصني نوجدهم الغدا ان شاء الله وشي تصبين وراكم كتعرفوا مهم بلا ما نشكي عليكم ولكن غنعطيكم واحد النصيحه البنات الا نعستوا الوليدات ديالكم وعندكم very hectic day بالنهار حاولوا الا قضيتوا تقضيو شي شغل ديالكم في الليل احسن هكا كتقدري تفيقي وكتبداي النهار ديالك شويه ريلاكست وما كيتبعوكش بزاف ديال الحوايج. شو هادي الا مازال ما كنتيش كديريها جربيها في الروتين ديالك، حيدي حوايج في الليل عليك باش في الصباح كتفيقي شويه ريلاكست وكيبقى لك شويه ديال الوقت راسك. غادي نقول لكم شكرا عاوتاني بزاف، شكرا البنات اللي دخلوا عندي جدادين، ثانك يو فور يور سبورت، الدعم ديالكم والميساجات اللي كيوصلوا لي كاملين كنشكركم بزاف. قريت قبيلات في واحد السايت بلي ان شاء الله غادي
غادي حيدو داك التيست وداك الشيء المغرب. كنتمنى باش الناس اللي بغاو يمشيو يشوفوا حبابهم يقدروا يمشيو يشوفوهم ويحيد الله يا ربي يحيد علينا هذا الوباء. يلا I'm gonna see you the next time ان شاء الله. باي باي.